دونك هذا التتمة ديال المعادلات التفاضلية، الجزء الأخير ولا الجزء الثالث والأخير دونك ديال دوزيام بكالوريا. دونك عندنا نوع ديال التمارين ولا ديال الأسئلة اللي تيكون في هذا الجزء هذا، ساهل حتى هو. تقول لك مثلا تمرين حدد الحل العام للمعادلة التفاضلية التالية، عطينا إيكغريك سكوند ناقص إيكغريك بريم زائد 8 إيكغريك تساوي صفر، وقال لك حدد الحل العام ديال هذا. السؤال الثاني حدد الحل الذي يحقق، عطينا إيكغريك زارو تساوي واحد والإيكغريك بريم زارو تساوي ثلاثة. دونك شنو خصني ندير؟ السؤال الأول، السؤال الأول ساهل بحال اللي تعلمنا، ليكواسيون الدرجة الثانية دونك إيكغريك سكوند ناقص إيكغريك زائد 8 إيكغريك تساوي زارو، تنديرو المعادلة المميزة أو ليكواسيون كارتيزيان كاركتيرستيك. دونك عندنا إيكغريك سكوند تساوي الأر كاري، إيكغريك بريم تساوي الأر، والإيكغريك تساوي واحد. دونك كانت إيكغريك سكوند غنعوضها باش الأر أو كاري ناقص 6 إيكغريك بريم غنعوضها بالأر زائد 8 الإيكغريك غنعوضها بواحد، دونك غتبقى 8، 8 في واحد هي 8، هادي الدالتا. دونك هي ناقص هي بي أو كاري يعني ناقص 6 أو كاري ناقص 4، الأ هو واحد والس هي 8، دونك هي 36 ناقص 32 هي 4، 4 أكبر من الصفر، حلين عاديين. دونك ار الاولى والار الثانيه، ار الاولى هي ناقص بي يعني 6 زائد جذر دلتا جذر 4 هي 2 على 2 هي 8 على 2 هي 4، والاخر 6 ناقص 2 على 2 هي 4 على 2 هي 2. دونك الايكغريك غتخرج لينا هي الفا ليكسبونسييل، سواء بديتي بجوج سواء بديتي بربعة راه بحال بحال. دونك 4 اكس زائد البيتا ليكسبونسييل ديال 2 اكس، دونك هذا هو الحل ديال الإيكغريك. دابا هنا في السؤال الثاني شنو يقول لك؟ يقول لك حدد الحل الذي يحقق إيكغريك ديال زيرو تساوي واحد والإيكغريك بريم ديال زيرو تساوي ثلاثة. هنا غيطلب منك بحال أنك تحدد ديك الألفا والبيتا بهاد الشروط البدئية. دونك الإيكغريك ديال زيرو تساوي واحد معنيتها فيما كانت الإكس عوضها بزيرو، والإيكغريك عوضها بأن. دونك عندنا الحل كانت إيكغريك تتساوي الألفا ليكسبونسي 4 إكس زائد البيتا 2 إكس، دابا الإيكغريك قلت لك تعوضها بأن والإكس فيما كانت تعوضها بزيرو. دونك الألفا ليكسبونسيال 4 في زيرو هي زيرو زائد البيتا ليكسبونسيال 2 في زيرو هي زيرو، ليكسبونسيال زيرو هي 1، دونك غتبقى ليا ألفا زائد البيتا تتساوي واحد. هذا الشرط الأول، ها شنو خرج منه؟ الشرط الثاني هو الإيكغريك بريم ديال زيرو تتساوي ثلاثة، إذا خصني ندير الشقاق ديال الإيكغريك وعاد نخدم. دونك الشقاق ديال الإيكغريك ألفا غتبقى، الشقاق بريم ألفا غتبقى، الشقاق ديال ليكسبونسي 4 إكس هي 4 ليكسبونسي 4 إكس زائد عاوتاني بيتا عدد غتبقى 2 ليكسبونسي 2 إكس هي 2 ليكسبونسي 2 إكس صافي. دونك الإيكغريك بريم هي 4 للألفا ليكسبونسي 4 إكس زائد 2 بيتا ليكسبونسي 2 إكس، هذا هو الإيكغريك بريم. ولكن شو قالك الشرط؟ الإيكغريك بريم ديال زيرو تساوي ثلاثة، إذا إيكغريك نعوضها بريم نعوضها باش بثلاثة، أربعة ألفا ليكسبونسيال بلاس الإكس نعوض باش بزيرو زائد دو بيتا ليكسبونسيال ديال زيرو، دونك هي أربعة ألفا زائد جوج بيتا تتساوي تخوا. دونك شنو غنديرو بما نبغيو نحددو؟ عندنا هادي عندنا هادي، غنجمعوهم في نظمة وحدة. دونك شنو عندنا؟ عندنا ألفا زائد البيتا تساوي أن، وعندنا أربعة ألفا زائد دو بيتا تساوي تخوا. دونك هادي نظمة في الكاتريال، هادي يا إما بالتعويض يا إما بالتأليفة. دونك هنا شنو تنشوفو؟ عندنا هنايا بيتا وعندنا هنايا دو، دونك هادي فاش غنضربها في دو؟ دونك اش غتولي موان دو؟ اش غادي تولي ليا؟ هي موان دو ألفا موان دو بيتا تتساوي ليا موان دو، ولا أخرى أربعة ألفا منقصهاش زائد جوج بيتا تتساوي ليا تخوا.
كنديرو المجموع. الا درنا المجموع هذا وهذا غيمشي، اش غيبقى ليا؟ غتبقى ليا هي دو الفا، حيت موان دو الفا زائد 4 الفا تولي هي دو الفا، وهنايا غتبقى لك هي دو زائد 3 ناقص 2 هي 1، دونك الفا هي 1 سور 2 صافي. دونك شنو غادي نديرو؟ انا نرجعو الوحدة فيهم ونعوضو الفا. الا عوضتي الفا ب 1 سور 2 1 سور 2 الفا، عندنا الفا زائد البيتا تساوي 1، دونك 1 سور 2 زائد البيتا تساوي 1، اذا البيتا تساوي 1 موان 1 سور 2، اذا البيتا تساوي 1 سور 2 الى وحدتي المقاعد صافي. دونك الحل دابا شنو غادي يعطينا؟ الايكغيك، نرجعو الايكغيك كانت عندنا هي الفا ليكسبونسيال 4 اكس زائد البيتا ليكسبونسيال 2 اكس. دابا غنعوضو الالفا والبيتا باش خرج لينا، عندنا ايكغيك الالفا خرج لينا 1 سور 2 ليكسبونسيال ديال 4 اكس زائد البيتا خرجت لينا 1 سور 2 ليكسبونسيال 2 اكس. دونك هادي هي الفا، هي ايكغيك اللي عطاونا، مفهوم؟ هذا هو الاكزارسيس الاول. الاكزارسيس الثاني عطاونا الايكغيك سكون ناقص 4 ايكغيك تساوي 0، وقال لك عطيني الحل العام للمعادله. والسؤال الثاني عطينا الايكغيك 0 تساوي 1 والايكغيك بريم 0 تساوي 2. دونك هذه الحل الاول، دونك الايكغيك سكون تنعوضها بالار كاري والايكغيك تنعوضها بالان، دونك تعطينا الار او كاري ناقص 4 في 1 هي 4 تساوي 0. هنا يا اما دير الدلتا يا اما هذه راه متطابقه هامه، الار او كاري ناقص 2 او كاري تساوي 0، اذا هي الار ناقص 2 عامل الار زائد 2 تساوي 0، دونك هي الار ناقص 2 تساوي 0 و ار زائد 2 تساوي 0، اذا الار تساوي 2 و ار تساوي موان 2. دونك الحل غيكون هو الفا ليكسبونسيال 2 اكس زائد البيتا ليكسبونسيال موان 2 اكس صافي، هذا هو الحل. دونك السؤال الثاني عطاونا جوج ديال الشروط، دونك الايكغيك 0 تساوي 1، دونك الايكغيك نعوضها بال1 والاكس نعوضها ب0، دونك الفا ليكسبونسيال 0 زائد البيتا ليكسبونسيال 0، دونك الفا زائد البيتا تساوي 1 الاولى. الشرط الثاني هو الايكغيك بريم تساوي 2، معناتها خصني ندير الايكغيك ندير لها الشقاق، دونك الشقاق تعطيني 2 الفا، الشقاق ديال الايكغيك هي 2 الفا ليكسبونسيال 2 اكس ناقص 2 بيتا ليكسبونسيال موان 2 اكس، دونك الايكغيك نعوضها ب2 والاكس نعوضها ب0، دونك 2 تساوي 2 الفا ليكسبونسيال 0 ناقص 2 بيتا، دونك هي الفا ناقص بيتا تساوي 1 اللي اختزلتي ب2. دونك عاوتاني نفس الطريقه غنجمعو هادو بجوج في نظمه وحده. دونك شنو عندنا؟ عندنا الفا زائد البيتا تساوي 1، وعندنا الفا موان بيتا تساوي 1. دونك هنايا ما نضربو حتى شي حاجه، ساهله، غادي غير نجمعو البيتا والالفا. الا جمعنا البيتا والالفا غتمشي البيتا مع البيتا، دونك غتبقى ليا 2 الفا تساوي 2، اذا الالفا غتساوي لك 1. رجع وعوض وحده فيهم، دونك الالفا مثلا بلس بيتا تساوي 1، اذا الالفا خرجت لك هي 1، دونك 1 زائد البيتا تساوي 1، دونك البيتا غتساوي لك 0. اذا رجعتي للحل كانت عندك الايكغيك تساوي الفا ليكسبونسيال 2 اكس زائد البيتا ليكسبونسيال موان 2 اكس، دونك الايكغيك هنا تولي الالفا خرجت هي 1 ليكسبونسيال 2 اكس والبيتا هي 0 ليكسبونسيال موان 2 اكس، دونك الايكغيك تخرج لك هي ليكسبونسيال 2 اكس، حيت هذا غيمشي.